باللي حكيه لك الأستاذ عن بداياته، يعني إزاي دخل عمل الفن، العمل الفني، وإزاي ابتدى رحلته في عالم الفن، وكمان عن طفولته. بصي بقى يا انجي، عيلتنا عيلة كوميدية قوي، من أول جدتي الله يرحمها وجدي الله يرحمه اللي هم أو أبوه وعماتي وعمي، وهو عيلة كوميديا، عيلة تحب الضحك. فالأستاذ سبحان الله بقى من يعني هو كان بيحكي لي بيقول لي لما ابتدى يبقى في المدرسة كان بيقلد المدرسين وبيقلد أصحابه وبيقلد الناس اللي ماشية في الشارع، وكان بيخاف من العسكري مش عارف ليه، إلى أن كبر شوية وابتدى موهبة من عند ربنا خلاص، حب التمثيل. كان في وقتها بقى ظهور أو وجود سينجيب نجيب الريحاني، فهو كان بيعشق هذا الإنسان. فابتدى إنه في الجامعة دخل فريق التمثيل، قبل الجامعة في المدرسة في عمل مسرحية وهو في المدرسة، وجدتي الله يرحمها كانت رافضة ان هو يمثل، فعمل مسرحية من وراها، فهي عرفت فراحت وقعدت في اول صف، فتح الستارة بصت له انزل يا ولد، راح نازل قدام الناس كلها. قدام الناس كلها، لان جدتي كانت صعبة جدا، انا ما شفتهاش بس بيقولوا كانت صعبة جدا وكوميدية جدا. وبعدين دخل الجامعة، ما قالكش أثرت فيه الموضوع ده إزاي؟ أو بيحكي لك إيه من المواقف لا الكوميدية لا بسبب ما القصة دي؟ لا لا ما حكاليش على جدتي خالص او ما اثرتش بيه. هو لو جدتي كانت كملت شوية ما كانش هيبتدي يسب يعني ما كانش هيبتدي يظهر في التمثيل، لان هي كانت رافضة تماما ان هو يمثل. طب وجدك لا والد كان فؤاد حابب المهندس؟ قوي، لا 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 لا، جدي زكي كان حابب قوي، لأن جدتي توفت وهو في الجامعة. وكان بيعمل مسرحية اسمها حكاية كل يوم في مسرح الجامعة، إخراج نجيب الريحاني، إخراج نجيب الريحاني. أيوة، وما اتعملتش لأن يوم الافتتاح توفت جدتي.